في شغلة أتوقع ما جربتها اللي هي الشيشة هذه، ما أدري كيف الحلقة الأولى مرت علي، مسمينها في اللعبة هوكا. جرب. طلت يا أخوان. يلا روح المحل. لازم حنا نستكشف جميع الشغلات اللي موجودة في اللعبة. بعدين ودينا على طابق ثاني. أنا حلفت إني شيت. أنا حلفت إني في بداية كل حلقة أجي أسلم عليهم. العجيب في الموضوع إن في كل مرة أنزل أوصل هنا ينفجر المحل مرة ثانية. يعني يروني في كل مرة الانفجار. سبحان الله ما في زبون إلا هذه اللي موجودة هنا. ولا في زبون ثاني هنا داخل؟ والله في زباين ثانيين. يا الله انظر إلى سوء الخاتمة يا إخوان. ماسك بلاي ستيشن 1، يد بلاي ستيشن 1. يا الله اللهم نسألك حسن الخاتمة لي والمتابعين. المهم ما علينا يا اخوان. شوف هذه سوء الخاتمة بحد ذاته. وهو يدخن مات لو معطيها وضعية هتلر هذه. ما علينا، ودينا الى المحل. ايش فيك انت تناظر؟ في شيء يا طول عمر؟ شايف راسك؟ اذرف هناك، اذرف كويس ما صفقت راسه، مش ناقص ضرابة على الصبح. ايوه حاط الماسور هذا حق الحمام، ماسورة الماي. في الحلقة الأولى حسبت الفنجان هذا حق الحجامة. طبعا شكرا على كومنتاتكم يا أخوان في الحلقة الماضية. كثير من الكومنتات جتني، وفي ناس يسألوني يقولون ليه ما تكمل في السلسلة. أنا بكمل يا أخوان، طول ما أنتم حاطين لايكات وكاتبين لي كمل راح أكمل 100% مهما كانت السلسلة. وفي كومنت جاني من هنتر يقول لي بما أن مدخولك صار قوي أرفع كل شيء ماكس على الزباين، دامك موفر كل المطلبات من اعتاد قوي وخدمات المحل، نبي جولة استكشافية بالحارة إذا في مثلا محل ثاني تشتريها أو تجارة وغيره. تحياتي. أشكرك على الكومنت يا هنتر. بإذن الله راح أخذكم بجولة استكشافية بعد شوي في الحارة، بس أول شيء في شغلة سويتها من وراء الكواليس وابغى ارويكم المحل الاسطوري. الله اكبر الله اكبر. ايش رايكم يا اخوان؟ ايش رايكم؟ بالله صباح الخير. يا هلا يا هلا هلا بالورده المستحيه. هلا هلا العيون الزرق. صباح الخير يا شيف. تسلم تسلم. ما بغيت شيء والله، فاطر في البيت كالعاده. في مشكله في الكهرباء، نشغل الكهرباء. دقيقة، هو أنا ما حليت مشكلة الكهرباء ولا إيش؟ إلا حليت مشكلة الكهرباء، ولكن الظاهر إني توني داخل محل أول مرة فلازم تكون مطفية. إيش رأيكم يا جماعة في السيت أب؟ أنا في الحلقة الماضية كان مسوي تقريبا ستبين أو ثلاثة، وبعدين ورا الكواليس كملت الرابع هنا وعشان يكونون أربعة في أربعة. هندسة يا حبيبي. وبعدين القياسات هذه لا تحسبونها كذا يعني حيالله حاطها، جايب المتر يا حبيبي وأقيسها بالسانتي. فشغل مهندسين يا إخوان، وش أعلمكم؟ وش دراكم؟ تحسبون الشغلة كذا. المهم نيجي نشغل البي سي. طبعا جاني كومنت من سامة تقريبا يقول لي طور البي سي اللي انت شغال فيه. للأسف هذه الميزة مش موجودة، ولا كان انا طورت. يعني انتو كمشاهدين اقص لكم اللقطة لين ما يشتغل البي سي، لكن انا اكثر واحد يعاني في المحل. كل مرة هاجي اشغله انتظر فترة طويلة. شوفوا الاسعار كانت 84 7 7 7 7 8. هذا الفي ار الكونسل وين كان فيه 2 كونسل فوق اللي هو 5 و6. فيه مشكلة الظاهر، سيت اب نوت كومبليت، لازم اعدل السيت اب بعدين اقدر ارفع الاسعار. اول شيء برفع الاسعار اللي اقدر عليها من 7 الى 10، من 7 الى 10 بسرعة قبل يجلسون على البي سي، لان لو جلسوا راحت عليه ما اقدر ارفع السعر. فيري اكسبنسيف يا جلا. ما شاء الله الزباين جو بسرعة، ما شاء الله تبارك الله. الستبات هذه اللي ما اقدر ارفع فيها السعر يا اخوان مثل هذا كونسل 5، لان بنطلع الحين بعد شوي وبنعدل. شوف هذا الفي ار، يبغون الفي ار. هذا ال 120 ما عليكم منه، هذا الاركيد من الاركيد جاء. اما بخصوص البيتكوين يا اخوان، السلام عليه يدفع بالبطاقة يا اخي افهم. البيتكوين حاليا هذه 10000 يا اخوان، 10000 بس من المزرعة هذه الصغيرة اللي سويتها. انا ما راح ابيع الحين، مش بحاجة الفلوس 55000. يعني باذن الله هذه الحلقة ما راح اختمها الا وانا جايب ال 100000. خلوني برويكم السيت اب اللي فوق. طبعا قلتوا لي في الكومنتات ان الاركيد اللي كان موجود هنا في الوسط مسبب زحمة فشليته وحاولت اخفف شوية. وهنا حتى في الكومنت قلتوا لي ليش مليان الطابق الاول اركيد، فخليت بس اثنين على اليمين واثنين على اليسار واثنين كونسل اللي هو الاكس بوكس والبلاي ستيشن. ايوه كذا ضبط. شوف حتى مكتوب كونسل 6 هنا وهنا كونسل 5، كذا الوضع مضبوط. بعدناهم شوي من بعض. الحين ممكن نزيد في السعر. ايش في المحل فضة؟ يا سلام يا اخوان، اقسم بالله ايش رايكم؟ بالله بدون مجاملة ايش رايكم؟ يا اخي المنظر من هنا شيء رهيب. وهنا شوف الفي ار، والله عاجبني المحل. دقيقة يا هو، في شغلة نسيت ما اسويها. احلى فروت يا حبيبي، وبدخل لكم 100 دولار لعيونكم. 100% يعني 10000 يا حبيبي. ايوه هذا الطرب اللي احب اسمعه في الخلفيه.
وبعد عشان اطربكم اكثر ايش فيه وقف؟ شكل اللعبة جابوا لها ابديت ولا ايش؟ اول ما نزل الصفحة اي اوكي اشتغلت. الحين اطربكم شغلتكم سبوتيفاي. ياه اللي ما يحط لايك لا خلاص ما بغني لكم هالمرة. وانا بي سي 10 له من 8.4 الى 11.2. والله يا اخوان اليوم لا ادخل ذهب. انا اقول لكم ما راح اختم الا وانا جايب 100,000. بس لازم ما اتاخر عليهم بالظروف عشان يعطوني فلوس بسرعة. الله الشغل النظيف. ابرع المحل 1 2 3 في البي ار. البي سي فاضي يا فليه. لا في واحد هنا. من هذا اللي مشغل اليوتيوب ومشى؟ شكله راح الحمام وراجع. اول مره انتبه لهذه الشغله. يا طيب قم 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 قم. البي سي هذا مو بحقك. قم. البي سي هذا حق المزز بس. نفس هذه. ما ادري هي حرمه مش حالقه الشنب والله ما ادري. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تاخرت على كثير منهم. انا بس ودي اخذ جوله استكشافيه. اتمنى ان كانت في اضافه ان بالجوال يمديني اقبل شو اسمه هذا الطلبات حقهم البي سيات. هذا المحل يا اخوان ما في شيء اتوقع ما استكشفناه في المحل، ولكن بناخذ لفه بناء على طلباتكم. من الاردن اولا شوف عيال القبائل وش يسوون. هذا يمديني ما يمديني الا والله يمديني اطلع. والله يمديني اطلع بالحاره. مسكر هنا هنا خلاص ما اقدر امشي اكثر. ما في شيء. ايش هذا؟ العزه منطقه الخضراء حي العمايره. تحيه لاخواني في الجزائر. اكثر المتابعين في الفتره الاخيره جوني من الجزائر، احلى تحيه لهم. نورتوا قناتكم بين اخوانكم. هنا فيه مدخل سري شكله. ايوه تذكرون هذا المكان يوم كنا نكرك الالعاب كان في واحد واقف انا بعناله. وهنا ما باقي شيء. هنا في طلعه. صح هذا ممكن يجيب لنا ناقصنا كان كرتين تقريبا. او ثلاثة. ايش؟ نيوبي لايك يو كانت باي مور تولز. وات؟ تقول لي نوب زيك ما يقدر يشتري هذه الاغراض. دقيقة من وين يبيعون السي 4؟ القنابل من وين يبيعونها؟ تعالي 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 تعالي. ما يمديني. يخرب بيتها حلوة يا اخوان. ربي حلوة. احلى من اللي عندنا في المحل. اوه شوف غروب الشمس. شوف كيف الشمس تتحرك. لا والله متعوب عليها اللعبة. هلا والله هلا. ما بدك تشتغلي عندي في المحل. بس هذه الجهة استكشفناها ما فيها شيء. هذه شو اسمه محمد العامر، شركة محمد العامر جالسة تهز هنا ولاقي متابعين. انا شاد حيلك اليوم انزل مقطع لي شهرين. الا حصلت ال 20. والله يا اخوان تويتش صراحة يعني شوف فيه له شغلات الله لا يرويكم. نفس هذه الاشكال كذا متابعات ايزي بيزي. ايوه هنا مدري ايش لغة الاستقلال. هذه شقتي الحبيبة. انا في الطابق الثالث والطابق الثاني هذا اللي فجرناه. في علامات استفهام يا اخوان هنا ما ادري حقت ايش. ايش العظمة هذه؟ بريس اي تو ريبورت. سويت ريبورت يعني تبلغ عن هذا الشيء على اساس انها عظمة انسان ميت ولا ايش. والله ما ادري. المهم سويت ريبورت. ممكن يجي الشرطي. والله ما صار اي شيء. المشكلة اني جالس انا استكشف في الليل. هذا اخوينا نصاب. الله الرسم هذا ما شفناه من قبل. طيب هنا في بيوت ما يمديني ادخل اي بيت. وبسم الله الرحمن الرحيم ايش سوي هذا؟ هلا بالمعضل. يا ولد ابغى نفس هذا القب انا. تبيع؟ ما يمديني اكلمه الا والله. كليك تو بي ذا ديلي انترنس في. الدخول المجاني دخول الاشتراك يومي ب 100 هلابي. ايوه تذكرون الحلقة الأخيرة في الجزء الأول كان فيه نفس ذا المكان. والعياذ بالله لنرى ماذا يفعل الكفار بما أني دفعت الميد. والله سكر علي سكر علي خلاص. دخل الحمام مثل خروجه. أبو سمرة حتى موجود هنا. والله ما انتبهين يا أبو سمرة. طيب المخرج بعدين من وين؟ ما شاء الله ما شاء الله. جيرلز حمام. لا إله إلا الله. شوفوا يا أخوان نهاية الشراب والسكر والعياذ بالله. بوسخ حماماتهم مثل ما كانوا يوسخون حمامي الله يقلعهم. ايوه انا هذه الامور حقي مالي في نلعب ثنتين في نفس الوقت. ملتي تاسكينج يا حبيبي. 7-7 جرس. كاني فزت ب$60. كادت والله كادت. حلو حلو. تعرفون احب الالعاب. هذاك شغال في البي سي هناك وهذا شغال هنا. يا سلام. ايوه
شو المجنون هذا؟ هل ما شاء الله تبارك الله، والعياذ بالله والعياذ بالله، كلهم يتحرشون فيني. لا ما اريد ما اريد ما اريد ما اريد دقيقة دقيقة جتني فكرة، والعياذ بالله. عطنا واحد فلوس يا حبيبي، ما انت تاسكي، ما عندي الا فلوس. ايش هذا تيوزدي ايفنينج يوم الثلاثاء؟ توقع بارتي يوم الثلاثاء يا شباب. نحضر هنا دقيقة في غرفة هنا. هلا والله، وش فيك وقفة كريستيانو رونالدو؟ هلا ابي، هلا بالشباب، كيف الحال؟ بلاك جاك، اي والله يمدينا نلعب معهم ما شاء الله. بجي بجلدكم بعد شوي، بس دقيقة انا شفت في شيء هنا جذبني. في مدخل سري هنا، عندنا نفتحه؟ عندنا نفتحه. يقول لك اذا جبت 3 7 بيعطينا 10,000. اوه، هل تفكر بما افكر فيه؟ ما احد بيلعب غيري. يلا درجين 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 درجين. يقولون ايش جاب المهبول هذا؟ وش عارف؟ فزت في واحدة منهم، فزت والله. شفتوا؟ دقيقة كم فلوسي؟ كانت 91,000. اقول لكم انا بختم الحلقة يا اخي، وخر هناك، واختم الحلقة ب100,000. يعرفوني بطلان صاحب المحل ومحلي ناجح هناك. يلا رواني وش عندك. 92,000 يا حبيبي، ادخل بعلى شيء. كم عندك على شيء سريع؟ اخلص علي. 20,000. 2000 هذا 2000 ولا شيء يا حبيبي. بس 4 قلب اسود، 3 قلب احمر. هت ولا ستاند؟ هت اكيد هت. شوف جاني الولد جاك، فزت ستاند. بيطلع لي سرة يا اخوان. لا مو بسرة، هذا 3 إكات. ما في 3 إكات، في 4 إكات 400. طيب دام رقم 11 طلع لي هناك، يعني حظي 200 200. سوي ستاند. يوب 4,000. يا اخي وخروا مني يا اخوان، وخروا. خلاص اطلع 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 انت ورجلك هذه اللي حاطها هنا. يلا يا مسخرات، يلا ما في مستوى على السريع. يلا اعطيها واحدة كذا وداعية. اوه 7 7 كانت 7 ثانية، اقسم بالله يا اخوان 7 ثانية كانت هنا. ولا الحظ حظ مفجر، والعياذ بالله في القفص بعد ما شاء الله. هذه غرفة المنكر والنكير، والعياذ بالله. 6 بعد؟ لا ما ودي والله 6. اشكركم والعياذ بالله، خرجونا. بس دخلنا مصابناهم وفي عندهم تهريب ماي من هنا. اقول لكم اللعبة والله تعبوا التصميم. بس دقيقة، المدخل هذا ولا المخرج ولا؟ ايوه افتح لي. الله يعطيك العافية، لو تجي تشتغل عندي في المحل بالقب هذا بعطيك راتب طيب. بس هنا ما في مدخل ثاني والله يا اخوان، نصبنا عليهم السكارة. الاردن اولا. ايوه في محل هنا بس ما يمديني الظاهر اشوف وش داخله. في محل خضرة هنا بعد، بس محل خضرة نظيف هذا، ما هو بنفس المصدي اللي قدام المحل حقي. اوه في ناس ينتظروني في المحل، معليش والله بس رحنا. اوه معليش يا اخوان، معليش والله معليش. احنا بس نستكشف لنرى ماذا يفعل الكفار. نشوف السوق هذا حرم ولا نخليه؟ جالس يتابع يوتيوب مسكين، وطالب تشيبس بعد. شوف قلت لك والله عيني صابتك، عيني بارده، لا احد يجيني عاد. صدق كم وصل المبلغ؟ كم وصل؟ 98,000 يا اخوان، 98,000 هذا. واتوقع اللعبه طافيه. اي والله طافيه. الله الرقم يا اخوان. اتوقع خلاص الحين بس لو يدفعون هذا اللي موجودين بالمحل خلاص سكر المحل. انا بسكر المحل صراحه، بس بسكر المحل. سكر المحل. 100,000 و800. البيتكوين في الحلقة هذا وصل معاي يا اخوان 0.3199، 12,700. سكر المحل، صف الكهرباء، سكر الجراج دور، خلى هذا محشور داخل. وبس يا شباب، اسعد الله مساكم، تصبحون على خير. اشكركم على المشاهدة، لا تنسوني باللايك والكومنت والشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير. اتمنى استمتعتم.